سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: يصدر ولي الأمر قرارات وتوجيهات تخدم المصلحة وتدرء المفسدة وتحافظ على الأمن والأمان وجمع الكلمة وقوة هذه البلاد وأهلها بما قامت عليه من أصول ثابتة، ثم نرى بعض الناس يشكك في مثل هذه القرارات أو يتناولها بالنقد والشائعات، فما موقفنا من هؤلاء وكيف نوجه الناس من أجل أن يلتفوا حول ولي أمرهم، وخصوصا في زمن الفتن والاضطرابات والصدور عن علمائهم المحققين؟ روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، هذا القصد. فيقول أنه سأل الرسول أنهم كانوا في ضلال وفي كفر، فجاء الله بالخير على يعني على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قال: نعم، بعده شر، قوم يستنون بغير سنتي، يهتدون بغير هدي. وكرر السؤال عليه إلى أن قال: إذا ظهر هذا الأمر وهذا الشر فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فالمسلم يعتزل الباطل مهما كان، ويعتزل أهله، ويصبر ولو كان واحدا، يصبر ولو كان واحدا أو معه قلة، يصبرون على الحق ويثبتون عليه، ويأتي الفرج بإذن الله. نعم، يأتي الفرج بإذن الله. فقد أتى على من قبلنا من الفتن ومن الزلازل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإذا اشتد الكرب فالفرج قريب، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فلا نيأس من رحمة الله ومن نصر الله مهما أصابنا، ومهما أرغوا وأزبدوا وعندهم إمكانيات وعندهم، فهي باطل، والباطل يزول والحق يبقى ويستقر. فلا نزهد بالحق لقلة أتباعه، ولا نغتر بالباطل لكثرة أتباعه، فإنه هباء، هباء منثور، باطل يزول، أما الحق فإنه يبقى ويستمر. والله مع الصابرين، مع المتقين، مع المحسنين. نعم. لكن ما هو موقفنا مما يتخذه ولي الأمر من قرارات وتوجيهات تخدم البلاد والعباد؟ موقفنا أن نتمسك بها، وأن نطيع ولي أمر المسلمين، وأن نسير خلفه ما دامت قرارات نافعة ومفيدة، هي في صالحنا وفي صالح ديننا. نعم.